يا حبيب الله صلوا على النبي اصحابه عشرة محمد النور هزين البشرة يا صلوا على النبي اصحابه عشرة محمد النور هزين البشرة الله يا الله وحبيب الله الله يا الله رسول الله صلوا على النبي اصحابه عشرة صلى على النبي أصحاب عشرة محمد النور هزين البشرة الحمد لله الذي وفقنا لهذا ونعرف بين جمعية الأمل ذوي الاحتياجات راه قام دورها وعندنا شهر وحنا نحضروا لهذا الحفل الزواج الجماعي وراه عندنا 7 أزواج يعني الحمد لله الحمد لله على هذا ونتمنى أن تكون عادة كل سنة تكون لها طابع خاص وإن شاء الله في المستقبل راح نكونوا أكثر وكما تعرفون أن الجمعية عندها عامين من تأسست وعندها نتائج وعندها كذا والحمد لله نطلب من الشعب يعاوننا فقط والسلام عليكم. واش توجه للكلمة خاصة المنطقة معروفة فيها الصناعيين والتجار الكبار واش توجه لهم كلمة بهذه النهاية؟ والله إن نوجه الكلمة نكونوا سندا لهذه الجمعية وهي جمعية ذوي الاحتياج الخاصة اللي كانت مهمشة هنا في هذه البلدية والحمد لله اليوم عرفت انتعاش وعرفت مصداقية هنا في البلد. نطلب من المحسنين واصحاب المصانع يلتفتوا لهذه الجمعيه. المعاقين كل على كل حال وبينهم وليدي هذا راه ما يهضرش. انا نتمنى هذه مبادره تاع رجال تاع خيريه وتبارك الله فيهم والله الله يبارك يستر عليهم وهذا عمل يعني خيري تاع الناس كل يعني نعتبره ان شاء الله يكون في كل ولايه وفي كل بلديه وفي كل دائره لانه هذو مشاكل كما راه يشوفوا الناس وشكون راه يراعي عليهم فئه محرومه واحد من الهضره واحد من الاعاقه واحد من المشي واحد من كل حاجه. حنا نطلب رب العالمين من المسؤولين بالنسبه للشاف دائره وبالنسبه للرئيس من الشعب البلدي يزيد هذو عاونهم بالعرسان هو يزيد يعاونهم بسكنات وما فيها شعيب ويستاهلوها هذا ما نقدر نقول اخي. نشكر رئيس الجمعية سيد الصداوي جمعية الاحتياج الخاصة على هذا الحفل الجماعي وأنا سعيد اليوم ونتمنى كل السعادة والخير لزملائي العرسان. الحمد لله الحمد لله يا كثر خير الخير سماد كثر خير ربي سمعتون وش بالبركه عليك الحمد لله بالبركه عليك صالحه ان شاء الله والله الحمد لله ياسر الحفل هذا المبارك ويجزا كل شيء مبروك لنا وخوتنا وان شاء الله كل شيء اجمعين ان شاء الله ان شاء الله يا رب وجمع المبادرين والحاضرين ان شاء الله وكثر خيرهم ورب يكون أشكر هذه الجمعية على الالتفاتة الطيبة لهذه الفئة المحتاجة من فئة المعاقين هذه الفئة التي لابد لكل شخص مسلم أو مؤمن أو في قلبه الرحمة أن يلتفت إليها ولو بحاجة بسيطة وهذا الزواج الجماعي مبادرة طيبة من هذه الجمعية نشكر المساهمين على نشكر الساهرين على راس على هذه الجمعيه على راسهم السيد صادق السعداوي وعلى التجار المساهمين في هذا الزواج الجماعي نتمنى للمستفيدين زواج سعيد وحياه زوجيه سعيده. جد فرحانين بهذا الحفل لانه تم بنجاح يعني والكل فرحانين هنا ونهني العرسان على هذا يعني داروا فينا الثقه ونهني تاع الصوره دار اللي يعني دعمونا ووسعونا بهذا الحفل وان شاء الله يعني ان شاء الله تكون مبادره دائما من الجمعيه هذه وتكون معاونات من اهل الخير وناس باه نديروا مبادره اكثر من هذه ان شاء الله. باسمك عضوه في جمعيه ذوي الاحتياج الخاصه جمعيه الامل اولا اشكر زملائي بالجمعيه
ونشكرهم على هذا الحفل والمبادرة الطيبة، نشكر الحضور اللي حضروا معنا ونهنئ كل المعاقين، ألف مبروك للعرسان اللي حضروا معنا، وإن شاء الله حفل إن شاء الله مبارك إن شاء الله، وإن شاء الله نقوم بمبادرة إن شاء الله طيبة المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله يعطي الخير الجمعية إن شاء الله، تعبرهم يعطي الخير إن شاء الله والصحة، وراني معوقة من كفراعي إن شاء الله. إن شاء الله مبروك عنه وذرية صالحة إن شاء الله، وإن شاء الله يعطيكم الخير أنتم. بارك الله يبارك، الله يبارك فينا، الله يعفو علينا في الدنيا والآخرة، الله يشافينا ويعافينا، يبعد علينا البلاوات، الله يعدل بلادنا وهني ولادنا، الله يعجل الجزائر عالية وهانية، واللي يجيها ظلم يروح حرم، ربي يقبل منا الوجب. على كل حال لا يسعنا بهذه المناسبة العزيزة ألا وهي مناسبة تزويج الجماعي لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالمناسبة نشكر جزيل الشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العرس، وعلى رأسهم جمعية القائمين على جمعية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وأخص بتشكراتنا وبكل التشجيع لمن ساهم في من ناحية المادية في إنجاح هذا العرس. بمناسبة حفل الزواج الجماعي الذي نظمته جمعية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، نتقدم بهذه المناسبة بالشكر والتقدير إلى هذه الجمعية، القائمين على هذه الجمعية على هذه المبادرة الفريدة من نوعها في بلدية برهوم اللي نعتبرها اليوم عيد في تزويج 7 عرسان من ذوي الاحتياجات الخاصة، فألف مبروك لهؤلاء العرسان وهنيئ للجمعية على هذه المبادرة. محمد النور زين البشرة.